وعلى عليه السلام: إذا نشطت القلوب فأودعوها، وإذا نفرت فودعوها. وقال عليه السلام: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم خبرا جديدا. والإلحاح في المطالب يسلب البهاء إلا أن يفتح لك باب تحسن الدخول فيه، فما أقرب الصنع. وقال عليه السلام: للقلوب خواطر من الهوى، والعقول تسجر وتزاد، وفي التجارب علم مستأنف، والاعتبار يفيد الرشاد. وكفاك أدبا لنفسك تجنبك ما تكره من غيرك. يا دار غربة أندبي، يا دار فالقلب من لفح الشجون أوارو، غالوا إماما في ربيع شبابه علم الهداية للصريخ جوار. وهو المعلم أمة لاذت به مذ أنشبت في نحرها الأظفار، وتحينت فرق الضلالة وأدها، وانتاب زاهر عهدها الإصحار. فغدايت بلاد المسلمين تشرذما، وتحكمت بربوعها الأخطار. خطب بسامراء أفجع أهلها، فأولو النباهة أدمع تنهار. رزئ الإمام العسكري مهجرا بجناية فضحت بها الأسرار، فتأوهت أركان مكة والصفا، وثر المدينة أعين مدرار.